دائما في اطار الانشطه الحكوميه شهد فضاء التنوع الثقافي والبيئي بنواكشوط ليله البارحه حفل اختتام النسخه الرابعه عشره من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير وسط مشاركه رسميه وجماهيريه كبيره، وقد عكس اقبال الجماهير على هذه التظاهره المستوى الذي وصل اليه الفن السابع في بلادنا. اخر ليالي مهرجان نواكشوط للفيلم خصصها المنظمون لتكريم المبدعين المشاركين في النسخة الرابعة عشر من المهرجان في سهرة جمعت لفيفا من السينمائيين والمهتمين بالفن السابع وسط حضور جماهيري ورسمي لافت. هذه هي الجائزة الأولى رأس النعام الذهبي، هي الجائزة الأولى في المسابقة الوطنية. كانت منافسة جيدة. أنا نعتبر على الأفلام اللي شاركوا معنا على ما كان فهم بين معاهم تحدي ولا تنافس، كان فهم بين معاهم نوع من تبادل معرفة، تبادل الخبرات، استفدنا منهم وطبعاً قد يعودوا استفادوا من تجربتنا. والله ما شاء الله المنافسة اللي كانت زينة والأفلام زينين. توفيق للجميع. سعادتي الكبرى التي لا توصف الأخرى هي حضوري في وسط أصدقائي وإخوتي المنظمين المهرجان في طبعته الرابعة عشر، لأني رافقتهم منذ سنوات طويلة، هم أصدقاء وكانوا جوا عنا الجزائر وجيتنا في طبعات سابقة هنا. القطاع الوصي واكب التظاهرة مجددا التزامه مواصلة تقديم الدعم اللازم تشجيعا للسينما الوطنية. أجدد أمامكم الالتزامات التي صرح بها معالي الوزير الأول السيد إسماعيل والبدو للشيخ سيدياء خلال إشرافه على افتتاح هذا المهرجان، حيث أكد أن الحكومة ماضية بإذن الله تعالى في مؤازرة العاملين في حقل السينما ومواكبة مسيرتهم النبيلة، وذلك تطبيقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي تعهد في برنامجه الانتخابي بالشروع في إنتاج سينما وطنية حقيقية، والتزم بالسعي لترقية العمل الثقافي والفني الذي يشكل أداة التنمية ومصدرا للمزيد من التطور والنماء. عشاق السينما الوطنية عاشوا 4 ليالي متتالية على وقع عروض فنية شارك فيها 100 شاب من الجنسين، كانوا قد استفادوا من ورشات فنية حول صناعة الأفلام والنقد السينمائي والتمثيل أمام الكاميرا. استطعنا أن نقدم فيها أبجديات السينما والإخراج السينمائي وصناعة الأفلام إلى أكثر من 100 شاب موريتاني من خلال ورشات تم تقديمها لصالح شباب مقاطعات نواكشوط التسع. مهرجان نواكشوط شكل متنفسا لسكان العاصمة الذين واكبوه خلال مختلف محطاته كما يؤكد القائمون عليه. مهرجان هذه المدينة متنفس لسكان هذه المدينة باعتبار هذا المهرجان قبلة للمبدعين الشباب، يتعلمون فيه تقنيات العمل السينمائي وأيضا كيف يشاركون بأعمال تعبر عن الثقافة الموريتانية، عن الحضارة الموريتانية. نسخة 2019 من المهرجان عرفت مشاركة كوكبة من السينمائيين الدوليين من بلدان عربية وإفريقية شاركوا في لجان التحكيم والتكوين والتطير. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نستضيف لكم الليلة السيد سالم جندو رئيس مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير. ضيفنا الكريم، بداية أهلا وسهلا بكم. ما هي الأهداف المتوقعة من تنظيم هذه التظاهرة كل سنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للتلفزيون الموريتاني. الأهداف المتوقعة من هذا المهرجان هي نفس الأهداف المتوقعة من تأسيس دار سينمائيين أصلا، ثقافة السينما في البلد وثقافة الصورة عموما. طبيعي جدا أنه بعد ما قدمته دار السينمائيين من تكوين وإنتاج كان لزاما عليها أن تقدم أيضا جانبا يتعلق بالبث، وكان لزاما عليها أن يشاهد السينمائيون الشباب نظراءهم في دول الجوار وفي العالم، وتم ذلك من خلال هذا الموعد السنوي الذي ضربته دار السينمائيين في 23 أكتوبر إلى غاية 27 من كل سنة. نعم، ماذا تحقق من هذه الأهداف التي تحدثتم عنها من أهداف دار السينمائيين؟ حتى الآن بالنظر إلى الساحة السينمائية وبالنظر إلى أننا أصبحنا نتكلم عن سينما موريتانية تمثل موريتانيا في المحافل الدولية، أصبحنا نتكلم عن جيل من السينمائيين الجدد، عن مصورين، عن مخرجين، عن كتاب، هذه كلها ثمرة
هذه الفترة الطويلة التي مضتها دار السينمائيين وهي تؤسس لهذه الثقافة السينمائية للبلد. نعم، هل لاحظتم اهتمام الجمهور الموريتاني بالفن السابق؟ بطبيعة الحال الجمهور الموريتاني جمهور فضولي، جمهور يتوق إلى الجديد أيا كان، وكذلك يستهلك الصورة بنهم، ويتجلى ذلك بأنه في كل منزل وفي كل زقاء في كل بيت تشاهد أن الأسرة الموريتانية تشاهد أكثر من القنوات التلفزيونية في كل مكان، وهذا أيضا استدعى أن جمهور نواكشوط أصبح جمهور ملتزم لمهرجان نواكشوط، إلى درجة أنه ليالي المهرجان تشاهدها أكثر من 500-600 شخص كل ليلة، وهذا يدل أن الجمهور يهتم بهذا المهرجان ويهتم بما يقدم فيه من فرشة. نعم، من خلال تسمية هذا المهرجان هل هو مهتم بجمهور نواكشوط فقط أم ينفتح على الجمهور في مختلف ولاياتنا الداخلية؟ بطبيعة المهرجانات العالمية ككل، ومهرجان نواكشوط يتوق إلى أن يكون مهرجانا عالميا، أن تسمى على المدن التي تنظم بداخلها، فلديك مهرجان القاهرة مثلا، لديك مهرجان كان، هذه فلسفة دار السينمائيين من تسمية المهرجان على المدينة التي يقام بها المهرجان، هو أيضا بطاقة تعريف لهذه المدينة وجزء من شخصية هذه المدينة، لأنه يشكل موعدا سنويا لعشاق السينما وعشاق الصورة في مدينة نواكشوط. وكذلك ضيوف المهرجان يزورون أماكن مزارات في المدينة ويتعرفون عليها، وهذا جزء من التعريف بالمدينة عموما، وجزء من مساهمة المهرجان في الجانب التنموي، لأنه يقدم المدينة بكل حيثياتها. فمثلا المهرجان فتح نافذة على مدينة نواكشوط من خلال معرض للصور نواكشوط قبل وبعد، ومن خلال هذا المعرض اكتشف زوار المهرجان واكتشف ضيوفه هذا التقدم العمراني الملحوظ وهذه التنمية الملحوظة في العاصمة نواكشوط. كما أيضا اكتشفوا كل المقدرات السياحية في المدينة، زاروا الشاطئ، زاروا أماكن متعددة. إذن نعم، ماذا تنوون القيام به مستقبلا للدفع بهذا الفن حتى يطلع بالدور المطلوب منه؟ نحن كنا ننتظر هذه اللحظة بفارق الصبر، كنا ننتظر اللحظة التي تواكب فيها الإدارة هذا المهرجان، وقد ترجمت النسخة 14 هذه الإرادة السياسية القوية، وذلك من خلال الرعاية الرسمية لفخامة رئيس الجمهورية، ومن خلال حضور معالي الوزير الأول وطاقم الحكومة ووزير الثقافة، وكذلك أيضا من خلال الدعم المادي الذي قدمته جهة نواكشوط. هذا ما كنا ننتظره، ولكننا ما زلنا ننتظر أن تتمتع مدينة نواكشوط بمنشآت ثقافية بدور عرض، ما زلنا ننتظر أن يكون المهرجان يعرض داخل صالات سينمائية. هذا لا يعني أننا سنهجر الساحة العامة التي يعرض فيها، لأن هذه خصوصية المهرجان، ولكن أيضا علينا أن نتوفر على قاعة عرض حتى نتمكن من عرض أكبر كم من الأفلام. لو كانت لدينا قاعة عرض مثلا لكنا برمجنا عروض مسائية أو عروض في الزوال وعروض في الليل. ما هو تقييمكم كمختصين ومهتمين بالمجال للإقبال على الصناعة السينمائية في بلادنا، وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة؟ بطبيعة الحال بالنظر إلى الكم الهائل من الشباب الذين يتجهون إلى الدورات التكوينية على قلتها وعلى مناسباتيتها، نلاحظ أنه ثمة عطش، ثمة نهم كبير لدى الشباب في أن يلجوا عالم الصورة وعالم الفن عموما، وهذا يجعلنا ننظر إلى المستقبل بكل تفاؤل. إذا تم استحداث مدارس أو معاهد لتكوين هؤلاء الشباب، فإن السينما قادرة على امتصاص جزء كبير من هذا الشباب، خاصة وأن السينما باستطاعتها أن تمتص بعض المهن السينمائية المتعددة كالتصوير والمونتاج وغيره. نعم، سيد سالم دندو رئيس مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير، كنتم ضيفا نشرة الموريتانية لهذه الليلة، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. أدت وزيرة